صباح الخير يا دكاترة، احنا ان شاء الله هنكمل مع بعض محاضرات التشريعات الصيدلية. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على القوانين اللي بتحكم مهنة الصيدلة بشكل عام، ومين اللي ليه الحق انه يمارس، وايه هي مهنة الصيدلة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الجزء الثاني من القانون رقم 127 لسنة 55، اللي هو بنتكلم على المؤسسات الصيدلية. اوكي، اتفقنا ان قانون 127 ده هو القانون الاساسي اللي بينظم مهنة الصيدلة ومزاولة مهنة الصيدلة في جمهورية مصر العربية. اتفقنا اول 9 مواد كان بيتكلم على احكام عامة، بعد كده من المادة 10 بدأ يتكلم على المؤسسات الصيدلية. مادة 10 بتتكلم على تعريف المؤسسة الصيدلية. ايه هي المؤسسة الصيدلية؟ المؤسسة الصيدلية في الأحكام القانون ده هي الصيدليات العامة والخاصة. خلوا بالكم يا شباب، الصيدليات العامة والخاصة، الخاصة مش المملوكة الأشخاص، لا، الصيدليات العامة هي الصيدليات اللي بتتفتح في الشارع دي، يعني هي صيدلية بتاعتي أنا لكنها للعامة للناس. أما الصيدلية الخاصة هي الصيدلية اللي تتبع مؤسسة ما، يعني سي أنا فاتح صيدلية تبع مستشفى، بتبقى جوه مستشفى، انا فاتح صيدلية جوه مش عارف مركز طبي، دي اسمها صيدلية خاصة. ومصانع المستحضرات الصيدلية، يعني المصانع اللي بتعمل البيتادين، اللي بتعمل المرهم الابيض، مرهم الافتيول، الكلام ده، مخازن الادوية ومستودعات الوسطاء ومحل الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية، ومصانع الأدوية طبعا تبع مصانع المستحضرات الصيدلية. يبقى أي حاجة من دي بنعتبرها مؤسسة صيدلية، وطالما هي مؤسسة صيدلية يبقى تسري عليها أحكام القانون 127 سنة 55. أوكي، يبقى كده دي تعريف المؤسسات الصيدلية. طب نبتدي نشوف بقى الأحكام العامة للمؤسسات الصيدلية. أول حاجة بنتكلم فيها المادة 11. المادة 11 بتقول إيه؟ بتقول لا يجوز انشاء مؤسسه صيدليه. طبعا مؤسسه صيدليه يعني اي حاجه من اللي قلناها، صيدليات عامه، خاصه، مصانع، مخازن، اي حاجه من دي، الا بترخيص من وزاره الصحه. يبقى انا لازم ارخص من وزاره الصحه عشان يبقى المكان ده مرخص كمؤسسه صيدليه. يعني انت لما تيجي تفتح صيدليه لازم تاخد ترخيص من وزاره الصحه، ويجب الا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنه، لازم يكون ايه، بلغ سن الرشد، ما ينفعش شخص قاصر. اوكي، طيب اذا آلت الرخصه الى عديم الاهليه او ناقصها باي طريق قانوني، يعني ايه، انا واحد مثلا، معانا واحد عنده صيدليه، الشخص ده توفاه الله سايب اطفال اسر بالميراث، قال اليهم ان الصيدليه دي بقت بتاعهم، ده كده اسمه عديم الأهلية، يعني شخص غير قادر إنه يدبر أموره. ممكن يكون عديم الأهلية ده لو شخص مش يعني مثلا شخص حصلت له أي لوثة عقلية بقى عديم الأهلية. فإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية بقى أو ناقصها، ناقص الأهلية، عديم الأهلية يعني مفيش أهلية خالص، ناقص الأهلية ده اللي هو إيه، القُصّر ومن يشبههم، يعني بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي. يعني في واحد، أنا ما ينفعش أرخص لعديم أهلية، أنا كنت مرخصها لواحد كامل الأهلية بس الرخصة قالت لعديم الأهلية. لما تقول لي يجب اعتمادها باسم من آلت مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم، ويكون مسؤولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام القانون. يعني إيه؟ دلوقتي صيدلية، الصيدلية دي كانت مملوكة لشخص، الشخص ده توفاه الله، من المالك، الورثة، من ضمن الورثة عيال، وعياله في منهم عديمي أهلية أو ناقصين أهلية، لازم تقول الرخصة باسمهم، تعتمد إنها باسمهم، تبقى الرخصة في الحالة دي ورثة الدكتور فلان وأسمائهم 1 2 3 4، تمام. ولازم يكون في وصي على العديم الأهلية، الوصي ده لازم يكون كامل الأهلية، يعني مثلا زو الدكتور بيبقى الوصي في الحالة دي الأم أو الأب، يعني جد الأولاد، والوصي ده هو اللي بيبقى مسؤول مسؤولية قانونية عن كل ما يقع مخالفا لأحكام القانون. يعني الصيدلية دي مثلا عملت مخالفة قانونية
باعوا دواء من غير روشتة، دي مخالفة قانونية. مثلا جابوا أدوية غير مصرح بتداولها في السوق المصري، دي مخالفة قانونية. المخالفة القانونية دي تقع على مين؟ مين المسؤول عنها؟ خصوصا لو المخالفة دي هتروح النيابة العامة بقى. المخالفة دي تقع على الوصي أو القيم على إيه؟ على عديم الأهلية دول. تمام كده يا شباب؟ طيب. بيقولوا بقى إنه لا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت في المؤسسات، ترخيص المؤسسة بقى، ما يصرفش إلا إذا توفرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية اللي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة. يعني مين اللي بيحدد اشتراطات المؤسسة؟ قرار من وزير الصحة. وبرضه في اشتراطات موجودة في القانون هنشوفها في المادة اللي جاية. وكذلك الاشتراطات الخاصة اللي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها. اوكي؟ ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة. يعني الترخيص يعني سي مثلا أنا كنت مرخص صيدلية وبعدين سبت المحل ده. المحل ده مش مترخص صيدلية، فلو حد جه تاني هياخد رخصة المحل كصيدلية، لأ. هيرخص من أول وجديد المحل كصيدلية. لأن الترخيص شخصي. فإذا تغير، يعني دلوقتي خلاص غيرنا المكان، وجب على من يحل محله إنه يقدم طلب جديد عشان ينقل الترخيص. كده يا دكاترة؟ يبقى الترخيص شخصي مش للمكان. أنت مثلا لو رخصت مكان إنه محل، المحل ده ترخيصه مش شخصي. ده ترخيص للمكان ده. ممكن ان انا اجي اشتغل فيه، مشيت يجي غيري هو مترخص محل كمل نشاطك عادي. انما الصيدليه لا، الترخيص شخصي. انا مرخصها باسم صيدليه دكتور فلان، لما مشيت وسبت المكان لو جه دكتور علان، دكتور علان لازم ينقل الترخيص باسمه. طيب الماده 12 بيقول بقى عشان تعمل الترخيص ده ايه؟ بتعمل طلب ترخيص، وطلب الترخيص ده بيبقى موجود على نموذج عاملاه وزارة الصحة، وبيتبعت خدوا بالكم بقى بجواب مسجل بعلم الوصول، دي مهمة قوي. الطلب ده بتبعته بجواب مسجل بعلم الوصول، وفي مرفقات، في شوية حاجات ورق مطلوب. ايه هو الورق المطلوب؟ اول حاجة شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. يعني ايه؟ يعني لازم تبعته لازم تبعته معاك صورة البطاقة ومعاك الفيش بتاعك، صحيفة عدم وجود سوابق، لأنه طبعا الشخص اللي عليه حكم في قضية مخلة بالشرف ما بيحقلوش إنه يفتح صيدلية. فلازم تبقى صحيفة السوابق إيه؟ خالية من أي مشكلة، تبقى نظيفة. تمام؟ وطبعا التحقيق الشخصية علشان نتأكد إن أنت مواطن مصري، الكلام اللي قلناه المحاضرة اللي فاتت. طيب، حاجة تاني شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها. يعني شهادة الميلاد أو أي مستخرج منها، أو لو حاجة تقوم مقام شهادة الميلاد. بعد كده بتبعت مع طلب الترخيص رسم هندسي للمكان اللي هترخصه من 3 صور للمؤسسة الترخيص. لازم تبعت رسم هندسي من 3 صور، وال3 صور دول يكونوا معتمدين مختومين. تمام؟ الحاجة الرابعة الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقيمته 5 جنيه. رسم النظر ده يعني إيه؟ يعني أنت دفعت الفلوس اللي بناء عليها التفتيش الصيدلي هيجي يتأكد إن المكان ده يصلح إنه يبقى صيدلية، اسمه رسم نظر. الإيصال ده بكام؟ ب5 جنيه. يبقى أنت هتبعت الحاجات دي بجواب مسجل بعلم الوصول مع الطلب اللي أنت مقدمه لوزارة الصحة علشان ترخص صيدلية، ترخص مخزن، ترخص مصنع، ترخص أي حاجة، ترخص مؤسسة صيدلية. أوكي؟ طيب، لما الطلب بيوصل لوزارة الصحة أو طبعا مديرية الصحة لو أنت بتتكلم في حاجة فرعية زي صيدلية ولا حاجة، الطلب بيشوفوه مستوفي، الورق كله كامل، بيقوموا عاملين إيه؟ بيحطوا الطلب بتاعك في السجل، في سجل كده عندهم. والسجل ده تمام؟ انت كشخص بتاخد ايصال، الايصال ده بيوضح فيه بقى رقم وتاريخ قيد الطلب. يعني احنا خلاص ادرجنا الطلب بتاعك في السجل بتاعنا بتاريخ كذا ورقمه كذا، وبديك ايصال بيه. الايصال ده يفرق في ايه؟ يفرق بعد كده في حاجات كتير قوي، من اهمها انتوا عارفين ان في مسافة 100 متر بين كل صيدلية والتانية، ده القانون بيقول كده، ما تقلش عن 100 متر. انا قدمت طلب ان عندي المحل الفلاني هرخصه صيدلية،
وفي واحد تاني قدم طلب انه المحل الفلاني هيترخص صيدلية، المحلين بينهم 60 متر. طالما المحلين بينهم 60 متر يبقى واحد هيترخص والتاني لا، مين اللي هيترخص؟ اللي قدم طلبه الاول. عشان كده لازم نكتب فيه التاريخ ونكتب فيه الرقم، انا واخد رقم 15 انت واخد رقم 18، يبقى انا جيت قبلك. طالما انا جيت قبلك يشوفوا المكان بتاعي، المكان بتاعي يصلح يرخصوه، وانت ما ينفعش ترخص. طب المكان بتاعي ما يصلحش، يبتدوا يبصوا في الطلب بتاعك. تمام؟ طيب دي كده المادة 12. المادة 13 بتقول ايه؟ بتقول انه الرسم الهندسي، بقى احنا قدمنا من ضمن الورق الرسم الهندسي، الرسم الهندسي ده بيتبعت بعد كده للسلطة الصحية المختصة للمعاينة، اللي هو مديرية الصحة عندك، إدارة الصيدلة في مديرية الصحة. أو حاليا دلوقتي بقت إيه؟ هيئة الدواء في المحافظة بتاعتك. وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يتجاوز 30 يوم. يعني إحنا دلوقتي أنت قدمت الطلب وإحنا سجلناه وإدينا لك تاريخ للتسجيل، من تاريخ تسجيل الطلب بتاعك في السجل إحنا معانا 30 يوم نقول لك المكان بتاعك يصلح للترخيص ولا لا يصلح للترخيص. تمام؟ طيب لو كسرنا ال 30 يوم يبقى احنا موافقين عليه. اهو يعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرد، بشرط عدم الإخلال بالفقرة الثانية منه اللي هي المادة 30 من القانون. احنا لسه هنشوف المادة 30 دي بتقول ايه. يعني انت دلوقتي الطلب بتاعك مش بيخل بالمادة 30 واحنا ما بلغناكش ان احنا موافقين. احنا كسرنا 30 يوم من التاريخ اللي مكتوب في الايصال بتاع تسجيلك، تسجيل طلبك ده في السجل، خلاص احنا كده موافقين وتكمل اجراءاتك عادي. فاذا اثبتت المعاينه ان الاشتراطات الصحيه مستوفاه بتدي له الرخصه في خلال 30 يوم. طب مش مستوفاه، في حاجه غلط، مثلا انت المفروض تعمل معمل مش عامل معمل، المفروض تعمل مش عارف ايه مش موجود. تمام؟ يدولك مهله كافية لإتمامها وتعاد المعاينة تاني. المهلة دي ممكن تجدد لمرة واحدة بس وتبقى نص المهلة الأولى. خدوا بالكم المهلة الأولانية دي بتبقى سنة أو بالظبط 13 شهر، بس يعني سنة. بنديك مهلة سنة إنك إيه، صلح الحاجات اللي ناقصة وهاتها لنا وعشان نيجي نعمل معاينة تاني. طيب عدت السنة وأنت ما عملتش، بتقدم طلب نجدد لك تاني، بس التجديد هيبقى إيه؟ هيبقى 6 شهور بس. طب وبعد ال6 شهور خلاص انت ما صلحتش الحاجات اللي احنا كنا كاتبين لك عليها محتاجه تتصلح، يسقط الطلب بتاعك. كده الطلب بتاعك مش مستوفي، خلاص يسقط. فلو حد تاني قدم طلب ترخيص في محل قريب منك نشوفه، لان انت كده ما بقاش الطلب بتاعك ايه؟ كامل. وفي الحاله دي بقى خلصت المهل، بنعتبر ان ايه؟ الطلب اترفض. اوكي؟ طيب المادة 14، تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة في الحالات الآتية. يبقى احنا في المادة 11 رخصنا لك، المادة 11 طلبنا الورق، في المادة 12 رخصنا لك، في المادة 13 14 هنلغي لك الترخيص. ايه بقى، امتى بقى بيتلغي الترخيص؟ لو لم يعمل بالترخيص خلال 6 شهور من تاريخ صرفه. انا اديتك ترخيص صيدلية، انت لازم تفتح الصيدلية في خلال 6 شهور، ما فتحتش الصيدلية اتلغى ترخيصك. تمام؟ طيب إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. يعني أنت رخصت الصيدلية واشتغلت، الصيدلية اشتغلت، وبعد ما اشتغلت أنت قفلتها لأي ظرف ما، سافرت، عملت، حصلت ظروف، الصيدلية اتقفلت. لو الصيدلية فضلت مقفولة سنة كاملة ترخيصها يسقط. طبعا هنتكلم على مؤسسة صيدلية، سواء صيدلية، مخزن، مصنع، أي حاجة. لو سنة كاملة مقفول الترخيص بتاعه يسقط. طب عايز تشغله تاني، تعمل ترخيص من أول وجديد، نشوف الاشتراطات من أول وجديد، تقدم الطلب بالورق من أول وجديد. طيب تالت حالة بيسقط فيها الترخيص هي إيه؟ لو المؤسسة اتنقلت من مكانها لمكان تاني ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق. يعني دلوقتي أنا كنت فاتح صيدلية في مكان والمكان ما اشتغلش، فأنا خلاص هنقل الترخيص او هنقل الصيدليه، هفتح في مكان تاني، النقل ده يسقط ترخيص المكان الاولاني.
فاكرين في المادة اللي قبل كده لما قلنا انه الترخيص شخصي، بمعنى ان انا لو كنت فاتح في مكان ومشيت المكان ده عشان يترخص يتعمل له ورق من اول وجديد. ليه؟ لان ترخيصه سقط، الترخيص شخصي. الاستثناء هو ان يكون الترخيص ده او المؤسسة دي هتتنقل بسبب الهدم او الحريق. يعني انت كنت فاتح في صيدلية، مبنى وقع، كنت فاتح في صيدلية لا قدر الله في مكان حصلت حريقة خدت المبنى كله او خدت الصيدلية وانتهت الصيدلية، مش هينفع تشتغل تاني. هنعمل ايه؟ هتنقل نفس الرخصة لمكان تاني. اوكي؟ وبرضو المكان التاني لازم يكون ايه؟ متوفرة في الشروط المطلوبة، ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص في السجلات المخصصة. يعني المكان القديم خلاص احنا لغينا ترخيصه لأنه اتنقل للمكان الفلاني. اوكي؟ طيب المادة 15 بتتكلم في ايه؟ يجب على صاحب الترخيص انه يحصل مقدما على موافقة وزارة الصحة على اي تغيير عاوز يعمله. يعني مثلا انت مقدم الرسم الهندسي انه ما كانش فيه حمام، لا يشترط على فكرة وجود حمام في الصيدلية. لما جيت تشتغل فيها لقيت ان انت بتقضي وقت طويل فانت محتاج حمام، ده اسمه تعديل رسم هندسي، انت هتستقطع مكان من الصيدلية تعمله حمام. لما تغير الرسم الهندسي بتقدم طلب لوزارة الصحة تقول انا هعمل تعديل رسم هندسي علشان يوافقوا لك عليه. اوكي؟ وعليه ان يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق. يعني انت لو هتعمل مثلا تعديل رسم هندسي بتقدم الرسم الهندسي الجديد، المطلوب اجراءها ورسم هندسي له، وعليه ان ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة لتفرض عليه وفقا لاحكام المادة 11. اوكي؟ طيب لما بعت الكلام ده تأشر وزارة الصحة بالموافقة وخلاص، ويبقى كده عدلنا لك الترخيص. هو نفس الترخيص بس بتعديل، مش ترخيص جديد. اوكي؟ طيب ده في حالة ان انت عملت ايه؟ اي تعديل ما في الصيدلية. زي مثلا انت هتعمل تعديل انك هتفتح على المحل اللي جنبك، كده الرسم الهندسي اتغير، يبقى هتعمل ايه؟ هتقدم رسم هندسي جديد، هتكبر الصيدلية، فأنت فتحت على محل تاني، فأنت كده غيرت شكل الصيدلية، تقدم طلب. طيب المادة 16 بقى بتتكلم في إيه؟ تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي، الصيدلية لازم يتم عليها تفتيش على الأقل مرة في السنة. أوكي؟ بتقوم به السلطات المختصة. السلطات المختصة دي اللي هي مين؟ زمان كانت إدارة الصيدلة أو مديرية الصيدلة، إدارة الصيدلة بمديرية الصحة اللي أنت تابع ليها. اوكي؟ دلوقتي حاليا طلع الجديد ان انت مين اللي بيفتش عليك؟ هيئه الدواء. لان احنا عملنا بقى فصلنا الصيدله عن وزاره الصحه بمرسوم اسمه ايه؟ انشاء هيئه الدواء المصريه. بس ده لسه جديد قوي فمش هتلاقي ايه؟ مش هنتكلم عنه باستفاضه يعني. انما السلطات المختصه ما زال إلى الآن السلطة المختصة طبقا للقانون ده، قانون 127 سنة 55، لازم تعمل تفتيش سنوي عليك. عشان تتأكد من إيه بقى؟ من دوام توفر الاشتراطات المنصوص عليها. يعني إيه؟ أنت مثلا من اشتراطات إنك تفتح صيدلية إن مساحتها 25 متر. أنت مقدم رسم هندسي. هل أنت غيرت الرسم الهندسي ولا لأ؟ هل مازال شكل المحل هو هو ولا لأ؟ هل مازال صاحب الصيدلية هو هو ولا لا؟ لازم اتأكد انه الاشتراطات اللي انا كنت طالبها علشان تفتح الصيدلية ما زالت قائمة، ما اتغيرتش. طيب لو لقيت الاشتراطات اتغيرت، لازم صاحب الترخيص يظبط الدنيا تاني في خلال مدة لا تحدد ليه بحيث لا تتجاوز 60 يوم. هديك مهلة 60 يوم، اعمل لي تعديل رسم هندسي، انا لقيت عندك في حاجه مخالفه، انت فتحت على المحل اللي جنبك وما ايه وما قلتليش، دي كده مخالفه، هديك 60 يوم تصلح. تمام؟ طيب لو خلص ال 60 يوم وهو ما عملش، وزاره الصحه من حقها انها تصلح ده بس على حسابك، يعني تصلح لك رسم هندسي على حسابك. تمام؟ التفتيش السنوي بيتم كل سنة على المؤسسة، وبيبقى رسم التفتيش السنوي ايه؟ جنيه واحد. طيب المادة 17 بيقول لك ان اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها واسم المدير المسؤول لازم يتكتب بالعربي
على واجهة المؤسسة، زي ما انت بتشوف في الصيدلية كده، صيدلية دكتور فلان بصاحبها دكتور فلان ومديرها دكتور فلان، ممكن يكون المدير غير الصاحب، تمام؟ ولازم تتكتب بالعربي، يعني اكتب فارماسي براحتك، بس في النهاية صيدلية دكتور فلان. اوكي؟ طيب المادة 18 بيقول لك لا يجوز نهائي استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص. يعني ما ينفعش تفتح صيدلية وتبيع فيها شيبسي. الشيبسي ده سوبر ماركت. ما ينفعش تفتح صيدلية وتصلح فيها موبايلات. ما ينفعش. استعمال المؤسسة الصيدلية لازم يتم للغرض المخصص ليها. ايه هو الغرض المخصص ليها؟ مزاولة مهنة الصيدلة. ارجع للمادة 1 من القانون. تجهيز وتركيب وتجزئة أدوية أو عقار أو نبات طبي. ده الغرض بتاع الصيدلية. ما ينفعش تعمل فيه حاجة تاني. ما ينفعش مثلا آخر النهار بالليل خالص ومفيش ناس بتشتري دواء تقوم جايب بلاي ستيشن وتأجره. يتلغي لك الترخيص. لا يجوز نهائي استعمال الصيدلية غير الغرض المخصص ليه. كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ الصيدلية بتاعتك ما ينفعش تبقى مفتوحة على الشقة اللي وراها. ما ينفعش. الصيدلية مكان مستقل مقفول مالوش غير فتحة واحدة على الشارع. ما ينفعش تبقى مفتوحة على محل مدار لصناعة أخرى، يعني ما ينفعش يبقى بينك وبين المحل اللي جنبك انتوا فاتحين على بعض. ما ينفعش. الصيدلية مكان مستقل بذاته. طيب المادة 19 يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي. خلي بالك مدير المؤسسة الصيدلية لازم يكون صيدلي، يعني مدير المصنع صيدلي، مدير الصيدلية صيدلي، مدير مخزن الدواء صيدلي. مضى على تخرجه سنة على الأقل، أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية. يعني إيه؟ يعني لازم يكون الشخص اللي هيسجل نفسه كمدير مؤسسة صيدلية، يعني مدير صيدلية، مدير مصنع، مدير أي حاجة، لازم يكون عدى على تخرجه سنة أمضاها في مزاولة المهنة. أوكي؟ سواء بقى في صيدلية خاصة، صيدلية مش خاصة، صيدلية عامة، في وظيفة حكومية، أي حاجة. تمام؟ طيب فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع بسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة. يعني إيه؟ فاكرين إحنا عرفنا الصيدلية الخاصة عن الصيدلية اللي تابعة المستشفى. الصيدلية اللي تابعة المستشفى ممكن ما يكونش مديرها صيدلي. ممكن نسمح بإنه يديرها مساعد صيدلي، بس المساعد الصيدلي ده لازم يكون دي وظيفة يا جماعة على فكرة ليها توصيف قانوني ويكون اسمه مقيد في وزارة الصحة بإنه مساعد صيدلي، هو مش صيدلي بس مساعد صيدلي. وخلي بالك ده في حالة إنها صيدلية خاصة أو مستودع وسيط، يعني لا يتعامل مع عيان. إنما الصيدلية العامة مستحيل يبقى مديرها أي حد غير صيدلي ويكون عدى على تخرجه سنة. خلي بالك ليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة. يعني أنت سجلت مدير صيدلية ما ينفعش تسجل مدير صيدلية تاني. من حقك تملك صيدليتين لكن تدير واحدة بس والتانية تجيب لها مدير. أوكي؟ طيب المادة 20 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسؤوليته بمساعد صيدلي. يبقى أنت من حقك، أنت دلوقتي مدير، من حقك تستعين بمساعد صيدلي. مساعد الصيدلي ده بقى ايه بيعمل ايه؟ ممكن يدير الصيدليه نيابه عن مديرها اذا لم يكن بها صيدلي اخر، وذلك في حاله غياب المدير عنها اثناء راحته اليوميه والعطله الاسبوعيه والاعياد الرسميه او مرضه او غيابه بسبب قهر. يعني انا عندي مدير، المدير ده عيب. خلاص حنونيه بالاداره لمساعد الصيدلي. تمام؟ بس خلي بالك ان المدة ما تزيدش عن كام في الحالتين الاخيرتين عن اسبوعين. يعني عيان او عنده سبب قهري، سبب مثلا سي حالة وفاة وسافر لها،
ما ينفعش تزيد مدة إسناد الإدارة دي عن أسبوعين في السنة. أوكي؟ والسنة بتتحسب من أول يناير. وفي الحالة دي برضو لازم يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة بانتهاء. يعني أنت بتروح تخطر الوزارة إن أنا أسندت إدارة الصيدلية لمساعد الصيدلي فلان الفلاني، وبعد أسبوع مثلا رجعت تقوم تخطر الوزارة إنها انتهت. تمام؟ طيب المادة اللي بعد كده بيقول لك يصدر وزير الصحة العمومي قرارا بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدي الصيادلة. يعني دلوقتي الناس دي لو غلطت هعمل ايه؟ انا هعمل هيئة تأديبية ابتدائية وهيئة تأديبية استئنافية. مين اللي بيشكلها؟ وزير الصحة. ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التي تحكم بها والإجراءات التي تتبع أمامها. أوكي كده يا دكاترة؟ ده كده ملخص الجزء الأول من أحكام المؤسسات الصيدلية. لسه إن شاء الله هنتابع مع بعض، خدوا بالكم إحنا لغاية المادة 29 بنتكلم في المؤسسات الصيدلية. فإحنا لسه مكملين. إحنا بس إيه بنقسمهم علشان ما تبقاش الدنيا كبيرة أوي. حتى الآن احنا اتكلمنا في اول 9 مواد عن احكام عامة لممارسة المهنة، بعد كده بدينا نخش في المؤسسات الصيدلية، ايه هي احكام ترخيصها واحكام نقلها واحكام ادارتها. هنكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية في باقي الاحكام. لو حد عنده استفسار احنا تحت امركم، وبالتوفيق ليكم في مادة التشريعات الصيدلية.